Mohamed Boussaïd, ministre de l'Économie et des Finances, a présenté vendredi 26 janvier les résultats macroéconomiques de l'année budgétaire 2017. Globalement, la croissance économique a augmenté de 4,6% et le déficit budgétaire a baissé à 3,5%. اولا تراجع نسبه العجز الى 3.5% كما كان موقعا العجز للميزانيه وهذا كياكد المسار اللي خديناه في التحكم في العجز وهذا التحكم في العجز اعطى يعني فوائد منها الاستقرار وربما التراجع الطفيف للدين الخزينه اللي غادي يتراجع في حدود 64.5% من الناتج الداخلي الخام المؤشر الثالث هو الارتفاع المهم للصادرات السنة الماضية مقارنة مع الواردات نسبيا ارتفعت الصادرات ب 10.9% وارتفعت الواردات ب 6.3% طبعا لا زلنا نسجل عجزا في الميزان التجاري ولكن تحسنت نسبة التغطية ديال الواردات بالصادرات اللي مهم ايضا ان نفقات الاستثمار الميزانية تطورت والاصدار ارتفع الى 79%. Le ministre a également profité de ce point presse pour apporter des précisions sur la réforme des changes, l'imposition des produits turcs et les critiques de la Cour des comptes.